بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من دموع المملكة. مرحبا بكم على قناتنا التي زياد. حبيت نشكر الجميع على المشاهدات اللي قاعدين يشاهدوا فيها في القناة متاعنا، قناة التورط. يعني آخر ليتس بلاي، مش الديريكت، ليتس بلاي جاب مبلغ محترم أكثر من فيديوهات الآخرين. دونك حبيت نشكر جميع اللي يشاهدوا فينا واللي مشتركين معنا، واللي مش مشترك يعمل اشتراك في قناة ليتس بلاي زياد ويكون من الداعمين لينا. كالعادة كما تعرفوا احنا في دموع المملكة نحبوا نكمل اللعبة 100%، حاليا 98.47%. الحلقة اللي فيها ديجا عملنا الحلقات، عملنا الميداي نتاع غول ماكس والميداي نتاع الجريوك، التنين بثلاثة رؤوس، وعملنا الميداي نتاع الليتيروك، وقبلها في الحلقات عملنا الينوكس، وعملنا الموردر كور، وعملنا الجيجا تراسيان. باهي، هذا ممكن كملناه. باهي، اليوم حبيت نمشي باش نعملوا حاجتين نورمالمون، اللي هما الفياي كارت. نورمالمون 31 فياي كارت، هما شنو هما الفياي كارت؟ اللي هما مثلا عند البنات، اللي هما الخرايط اللي نلقاهم في خريطة السماء وتعطينا أماكن كنوز، الأغلبية متاع اللبسة وإلا متاع أسلحة موجودة في البروفوندور. نورمالمون ثم 31 كارت، احنا لقينا كان 25، ورغم ذلك كملنا الكنوز اللي موجودة، يعني كملنا التنيات والأسلحة اللي نمو يعطيهم لنا لي فيي كارت. علاش؟ خاطر عندنا لي زاميبو كلهم عندنا، دونك احنا خذينهم بلي زاميبو. باهي، أبارسا عندنا هذه اللي هي ديزولي خاطر عندي المانيات تحرك وحدها عياد البلان داسومبلاج يجا، اللي هي من عاش قديش المهم هذوما نلقاهم في البروفوندور. اي عاد المهم نلقاهم في البروفوندور في معاقل الليغا، كيف نحاولوا نعملوهم الحلقه نتاع اليوم. نبداو دونك الحلقه نتاع اليوم باش نبداو بخريطه السماء اللي فيها 31 كارت ديجا جمرتهم، نشوف انا ما عملناهم وانا ما عملناهمش، وبعد نهبطوا البروفوندور نكملوا الاسامبلاج نتاع الليغا ونشوفوا اسكو تتقدم في النسبة 98.47%، نقدمه وإلا لا. في الأعماق كما تشوفوا الكنوز هم هوني، اللي هما 31 كنز، احنا خذينا منهم 25، يعني مازالوا 6 كنوز. دونك أول حاجة باش نعملوها هي نمشيو ديتكتور وموديفي ونمشيو للكنوز. اوكي، ونبدأ على بركة الله. أول أي إذا سمعت حاجة أخرى زادا قريت إنهم لي غوسيت داخلين في 100%، كما تشوف في الأسفل ثم 96/228 روسيت، دونك مازالونا بريسك فوق 100 غوسيت، فوق 100 غوسيت، أكثر حتى من 100 غوسيت، فوق 200 غوسيت، 100-150 غوسيت أبري، يعني حتى هذوما داخلين في 100%، دونك تنخصهم زاد حلقة زاد خاصة بهم إن شاء الله. قبل كل شيء نمشيو نعملو تعسيلة باش نرجعو القوة متاعنا. نبدأ بأسهل كنز.
نبداو بهذا الجزيره هذه جزيره ال إيل كابيت دراغوني و إيل دو تونير. نبداو بهذه نورمال هوني ثما جول ماكس نمشيو اما نورمال خديناها خاطر الكنوز اللي عند الجول ماكس الكل خديناهم نورمالمون ديما نذكركم بالاشتراك في القناة كما قلت مشتركين وانكم تعملوا لايك على الفيديو ولا تعملوا كومنتير وتعطونا الاراء نتاعكم نورمالمون ما ثماش علاش خاطر هو نورمالمون غادي يبدا هوني موجود نجم يكون كنز اخر هذاك يعني مش كنز اللي حشدنا بيه طاري في كارت اللي هو نورمالمون يكون هوني احنا برك بلي خلينا نلبس ولا مش هذي ما عندوش دونك نعاودو نرجعو هوني ونمشيو للكنز الاخر شانا في صنوصه نبدل الصليح متاعنا حبيت نهرب منه ايه
اخوي هذا نجيبه هوني. ما خديني حتى ل باش نثبتو كهو باش نحي الشك. هو انا ماما تمش كان جا تم ديما كان جا تم راوسون راهو ديتكتير سونا ديجا ال ديجا مفعلو قاعد يمشي. كما قلت لكم يعني كان جاء موجود مش نحامو خليهم مقمرين باهي. ثم هذيك استنى بلاه ونشوف المود شفتو ما تعدينا لهش يعني تنجم يكون كان زيادة ما خدينيهش كان زيادة. شوف كيفاش خدينيها ماما ما كان زيادة خدينيهش. خلينا نمشيو لهذي اللي هذي نو ماما خدينيهش نمو هذي عالية برشا يعني بالاثار نتاعنا نجمو نتيقنو ان خدينيها ولا ما خدينيهش. كما قلت لكم ناقصين هما 6 خرايط
خلينا نطلع من فوق هذي نوما نعرفها هذي. شنو مرمو هذه شنو مرمو انتي ربيع دي فوق فبالي ثم كروندير يصير من لوتو سي ثم كروندير مهم يصير صعيب راهو الخريطة نتاع السماء أصعب خريطة هي نتاع السماء رغم أنها ما فيش برشا مناطق أما صعيب علاش خاطر متفرقة كل شيء بعيد على بعضه أنا في بالي هذوكم يعني فيهم ال كما هذوما في عالية برشا هكا باهي دونك منجموش دونك حلنا الوحيد هاي نمو مش عالية نلبسو لبسة متاع السونيو خلينا نحافظو على الانرجي ماذا بيا نقعد نستحفظ على الآلة أنا اللي طاير بيها أما كان خسرناها عندي حتى مشكل
هاك ديجا أفهم إيش كان زغليني كان جاء ثم كنز كان جاء ثم كنز ثلاثة نورمال مو ما ثمش شوف على الفوق الى هاك نزل الى ميسير شيء كيف يا شوف الفوق قوله تأ ولو انه ما دام ما دامش تزمير ما دامش تزمير من ما ثم كانوا مربوط هوني واخديني به داك ما ثمش حتى كان جا ثم الكنز راه الديتكتور يخدم به الثاني ما ثمش من المستحسن ان نحيوه باش نخرج بعدنا الان نمشي غير نشوفه بالأقرب الأقرب
لحظه. اوكي ماما مو حاطة هذيك اخدميها. اي ماما مو خذيت هذي. ماما مو ميسرش تنعودوا نقدو بالآلة هذي. ماما مو باهي مش هذوما ما يقلقونيش، خلي يكون شي بابير خاطر معناش الكومبا تو مش يعاونونا، دونك هكا خير. كالعادة ما تمش نورمالمو خذيناهو، هو نورمالمو موجود. يبدأ مربوط غادي نمو مربوط أسفل بالخيط، دونك مش موجود، دونك نورمال مو هذا صحيح. نعود نرجع غادي ونمشي للكنز الآخر لحد الآن. الكنوز هذوما خذيناهم، واحد وثلاثين كارتة وإحنا عندنا 25. نورمالمون كيف كيف هاي عاد تفاحة ذهبية. اوكي كيف كيف هذه نمو ما أخذينها. يبدأ مربوط هوني، نتذكر مليح. أوكي نورمالمون هذيك منين نجيو نورمالمون أسفل هي، يعني هذي عالية عليها. نعاودو نرجعو هوني كيما قلتلكم، هاي خريطة السماء من أصعب، يعني أصعب من خريطة يعني أرض هيريور، وأصعب من يعني خريطة الأعماق لأنها منقسمة وبعض على بعضهم. ما تنجمش تنتقل من جزيرة لجزيرة إلا ما يبدا عندك نيماتير يعني
تستهلك يعني برشا حاجات. شوف اعالي والى لا انه ما هون هاك مش هاي اي لحد الآن ما لقينا حتى كنز، مش عارف ما كونش غارد يعني. لونديرونس ما عنديش من نداوي نعمل لونديرونس بصراحة. ما صنعش دي تقدير دونك خذيناها نمما هو يبدأ هون الكنز نمما مثل ما حطي تحتها اوكي الكنز هذا خذيناه هذه عالية هي عالية انا ما اخذيني هذا نشوفوا حاجة اخرى اللي قريبة لنا بيهم بليس نمشيوا لهذوما لما سجلت بحث عنهم يطعنش كنز ما خدينيش داكورد هو تومبل اما احنا مش نخرجوا منه يا حسرة تو بريسك يعني مش تعمل عام يعني اقل من شهر وتعمل عام منذ صدورها دموع المملكة طبعا عندنا بريسك معها عام تلقاوها اللعبة كملناها تلقاو القائمة موجودة على ليتس بلايزيات وعلى الموقع متاعنا تنيت شير ونينجا زادا شفتوه ثم كنز نبدأ أول واحد اللي هو موجود هوني
ما جيني هذاك جيني هذا ما جينيش هذا كنز ما جينيش هذاك جيني اما هذا كنز ما جينيش لحظة بركة مش نبدأ واضحين حاشي ب هذه كتاب على البي عندي واحد اخرى لو كان في كنز اوكي كان جا في كنز راهو كان جا في كنز راهو النقطة نتاعنا لحد الآن ما لقينا حتى خريطة ما خديناهاش اللي هي مازالو 6 خرايط من 31 ديما نشوفو ال بورسونتاج 47 اوكي فوق Oh.
اوكي دونك تقول عن برش الأسلحة. Normalement. ما هذا كان ما هذا ما دخلش بوكلي الزوغة 24 ما نضحكوش. قبل ما تتنحى هاك هاي باهي. نشوفوا صار قداش عندنا هوني باش نبدا واضحين امورنا. عندنا 25 كارت هكا 25 كارت. اوكي مش يقول لنا الكنز ديجا خذيناه. Vous avez déjà obtenu le trésor indiqué sur cette carte. Donc, on a compté check. Et on a compté la colonne 27. Donc, on a 0,5. تويك نورمالمون هادي هادي نورمالمون كي نعملو الاثار انو ما مشينا لها. هادي نورمالمون اللوطا
انا ماما اللي طين ماما. نكمل هكا مش ما تختفيش. ما نقاوه يعني كان جاء موجود راهو ديتكتور كيما بكري عمل لنا على واحد. شوف اسفل اسفل ما ثم حتى شيء. باهي اوكي نشيلو باهي نمشي نشوفو مكان اخر. عنا المكان هذا نرمم عملنا هو ما ميسرش نشوفه نتأكدوا منهم مش نحيو الشك 100%. ما تنسيوش باش تعملوا جيم لايك على الفيديو وتهدوا لو ماكسيموم من فيديوهاتنا وتشتركوا في القناة اللي مش مشتركين وكان عندكم أصدقاء أيضا تدعوهم أنهم يشتركوا في القناة متاعنا ونكبروا القناة مع بعضنا. نورمال مو هذه موجودة هوني ماما موجود هوني موجود خيط هوني هذه أنا ماما عملناها هذه متأكد منها. كيف كيف هذه لما مو الفوق شو ناخذ في هذوكو نستعملوا حاول قوة الا بالله. هذا ما كالعادة كانت تذكر حلقات ماما كان جاء موجود كنز هوني راهو هذا سونا ماما ما كانوا هوني ماما ما كانوا هوني
مش هوني ما ثم حتى شيء. هدول ندخلوا هوني حتى كان جاملو ترى ودي تبتير يقول لنا راه موجود. هذا نورمال تاع ال تاع السونتيير. باهي مادام عندنا الآلة هذيكا لازم نجمو نمشيو لهذا خاطر هذا عالي شوية. نمشيو للآلة هذيكا وإلا لا؟ باهي بعد على ذوكو نلبس اللباس تاع السونيون. امشي هكا وش يهمك لازم تكون عالية برشا. فغوة 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 نورمالمون هذيا يعني الكنز ماخذينهش كيما قلت لكم. خريطة السماء من أصعب الخرايط خاطر الجزر بعيدة على بعضها أون بليس فماش جزيرة الفوق لي باتري قريبيو فيها وندخلو في في السكن الثاني نتاع لي باتري. كيما تعرفو الباترية توما ولا دوبل بيضاء. اقرب من هذيك يعني هيك
نما من نجم حتى نجيوها من الارض جنة. نو ما خديناها زيادة حتى المدام ما تهمش. نحيو الشك نحيو الشك نحيو الشك نعاودو نشوفو مثلش نتأكدو ولأني عندي ثقة في الرادار كان جاي موجود حتى في لوطا راهو الرادار الجنوب الشرقي كملناه فما هذه متركزة بحذها برشا نحاول نشوفهم يعني طو لقينا واحدة بركة من ستة لقينا واحدة بركة ما زالوا خمسة كل اللي شفناهم يعني عملناهم يجاوك قمرتكم بلازم فيهم مش تعرفوهم انتوما وتنجموا تتبعوا حلقاتنا السابقة تعاودوا تتبعوا السيري كاملة اللي هي هذه الحلقة 206 بيه. أول حاجة هذا نتاع الجول ماكس نورمال معمول تاجيها مش معمول خريطة هوني اوكي هذيك من الفوق هذي سيء هذي هي نورمال
من فوق. هي لما حالة محدودين لكم احنا عشان نزيد البطارية ذكاء. هو مو يركع يعني حتى كيو فيه وذوق ما انت حوش يركع. اوكي نورمال مو كما تشوفوا الكارت عندنا 26 دونك نورما باش تولي 27 في اي كارت كيف كيف نورما كان زاد عندنا منو ديجا حسب الوحده ديجا ما زرناهاش كان تو زرناها بما انه عنا هذوما الاحجار الكريمة هذي فرصة بعد ما جينا هوني فرصة خلنا ناخذوهم 98-47 ديجا ما مقدمناش ما هو مش داخلي يا ان شاء الله يلقيناهم يدعوش تويك عنا هذه هي نورمالمون تحت مثلا كان نعملو اصبر وين
خاطر هي عالية ونجمو نمشيو منها من جهتين. هذه كيف كيف ماما ماما خذيناها يبدأ معلق ملوتها انه ماما هو كان جي هكا راهو صونا وهذا ألغول ماكس كان جاء عنده الكنز كيف اللي جيناه بكري اوكي عودنا رجعنا لنفس المنطقة دونك هذه هي صحيح نعود نرجع هوني اللي هي نقطة عالية ننتقلوا بها لجهة أخرى كيف هذه اعلى من هذه برشا دونك اوف نجمو نكونو جينا ما يصيرش احنا باش نحيو الشكل كل نزورهم باش نوريلك القاعة نتاعهم انتوما تنجمو تعرفو القاعة نتاعهم فين بالضبط ان شاء الله حلقاتنا الجاية كل كيما هكا باش نحاولو نكملو كل شيء نكملوه يعني 100% يقعدلنا التينيات كيف ثم التينيات داخلين في 100% وثم التينيات اللي راهم ماخذيناهاش هاي سوبرير نيفو هاكا اوكي okay.
وايه 28 نوم عنا منها زيادة. اوكي 28 وفي الخريطة ما تقدم شيء. ايه كالعادة هذه نحيوها. ايه ايش مش قاعدين نتويكا كيف كيف هذه يعني هذه نقطة بها يعني عالية نجم نجيو من جهة الكل. نجم لا ما نخلطوش النجم ما نخلطوش ديجا النجم نجي من هوني خير. بالحق يعني عندك انفاس البرية breath of the wild ودموع او دموع مملكة تيرس اوف كيندوم من افضل الالعاب صراحة يعني حلوين برشا صرتوا على الواحد يعني تقعد معهم حتى بالعام وبالعامين تلعب يعني كما breath of the wild يعني حتى عامين كمين نلعب فيها مع الدي ال سي مع بات الدي ال سي ما كملناها 100% مع الكروجو يعني بالحق غير يعني شو اسمها اللعبة هذه تيرس اوف كيندوم ما فيها شيء ديال دي ال سي اللي كان جا فيها دي ال سي روعه كان شي نظم القائمه نتاعنا نتاع الالعاب اللي نتاع بريث اوف ذا ويلد ديجا حطيتها قائمه كامله في اكثر من 260 حلقه هذول مع الدي ال سي ومع ليزامي بو. الحاجه الباهي انه في تيرس اوف ذا كتوم رامي بو يعطيوك ليفيرس يعني حصري ما تلقاهاش في اللعبه عكس اللعبه هذيا اللي التنية نتاع ليزامي بو دير تلقاهم في اللعبة ما غير لزام الفو. اوكي كان جت ديجا جينا هنا يعني كان جا ثم كنز راهو الرادار ديتكتور يعني عمل وحده راهو صورة دونك كي فرا ما يسيرش ريت مدخل انا من هوني نعاود نطلع عليه باش نحيو الشك. اما نصور اوكي كان فما كان زوني نتذكر زيادة غاديكا كان فما كان غادي دونك هوني لا فايدة منه دونك هذا عملناه باهي. الان الجهة الجنوبية كلها عملناها هما 27 كل واحدة 28 مازالوا ثلاثة
يعني ثلاثة واحنا ما زلنا هذا المرقل. نشوفوا هذه ندورو هكا. نورمالمون نيفو انفيريور هايك. اوكي في كارت نورمالمون ممتاز 29 نزل زوز تسعة وعشرين هذا الزوز هذه نومو جول مو جول ماكس عفوا هذه نومو جينيها هذه كيف كيف نومو جول ماكس نشوفه هذه كيف كيف نورمالمون هذه كنقول ماكس كيف كيف هذيك كيف كيف هذيك كيف كيف نورمالمون هذه نورمالمون لا هذيك نورمالمون خديناها وهذه نورمالمون لا نشوف هذا مزوز قبل هما هذوك مزوز حسب الاثار نتاعنا ما مشينا لهمش يعني ما فصلناهمش الاثار نتاعنا نورمالمون قدر نكون خديناهم يعني والاثار يعني مش في المكان نتاعهم بالضبط هما جرد برشا نطلع فوق نحاول نطلع من فوق
نشوفها هي بالضبط. نورمال مو اقل من هاي. هيك دائما تكتب ما تعملش هناك كيف يا رأس كيف يا رأس كان أكرا عدو تكتير شوفوا ذوكم الزوز يبحثوا عنهم لازم نكون ما عملناش هذا غريب يعني كيفاش مش ديجا الاغلبيه نتاعهم انهم في اي كارت كيف كيف فوزا في ديجا وقدش ولا عنا من 30 قعدت لنا خريطة أكاو به نمو مو ما احنا كل باش نعملهم كل
يعطيك. شوفوها عالية وإلا لا. نجم رانا باش نكونو نورمالمون هادي. هذا عندنا منهم برشا. هتطلع برشا. كان جاء يعني ما خدينيهاش راهو الرادار ديتكتير والا سوني. دونك خدينا هذي. اوكي ارتحنا منها. باهي خلينا نجيو هذوما كلهم نعملوهم. ما صرنا الخريطة برك ونكملوا الخريطة. خريطة 100% يعني 31 خريطة قديمة كما نقولوا هي مخطوطة. اي مخطوطات نسموهم المخطوطات. أسفل منا أوكي أوكي كما قلت لك اللي عند الجول ماكس نورمال مو خذينيهم. أوكي اللي بتاع الجول ماكس اللي بتاعه أهي قاعدة لنا. هكا ثم إلى نجمو نطلعو بها. نزيدو نقوي. اوكي اوكي هاك خارطة تلعبينا شوية فوق.
كيف كيف كان كان ماخدينيش راويسوني ديجا نلقاوه هوني دونك خدينها هذا نوما كيف كيف خدينيه خاطر واحد نقول ماكس ما يسالش نمشي نشوفوه مش عالي كيف كيف مومو عند الجول ماكسوني اما انو مومو عملناه اوكي دونك خليني نبدلها هاكا كنت ماخدينيش قتلني الجول ماكس وماخدينيش دونك لازمنا نقتلوه نشوفو سلاح قوي يمكن اخترناها وما اخذيناش ال نورمال مو الواحدة وثلاثين اخر في اي كارت كيف كيف واحد وثلاثين في بالي ثم واحد وثلاثين في اي كارت اما احنا مش نكمل نشوفوا الباقي اللي قمرناهم ما عادش ما عادش برشا عنا هذا نمشي غادي باش نتأكدو 100% وبعد نهبطوني كان جاء موجود على الديتكتور يسوني وحده ماما ما هوني Okay.
الحلقة الجاية إن شاء الله هنعملوا المعاقل متاع اليقا، عشيرة اليقا اللي موجودين في البروفوندور. كيف كيف نعرف قداش موجودين، تنشوف قداش موجودين ونحاول نكملهم ونكون إذا هذوكم داخلين في 100%. هذه أمام المو نطلع لها من هوني. نسيش خناتي هو أهلا ما حاجبنيش. واو 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 زرت عالية. اوكي ما عنديش حل اخر. أنا تخلت أوه رجعنا. في بالي ما رجعنيش. نمشيو للماكسيموم بعد نشوف.
اسك حتى كان بعيدة برشا انه ما يبان. هاك هاك اوكي ان شاء الله تكمل. حتى كان ما كملتش كي هي باش تتكسر. صافا صافا هاي من غير ما نستعملو ولا ولو انه متأكدين انه اللي خذيناه. اما نحب نوريه لكم يعني انه ثم واحدة و30 اوكي اوكي لا فهمش دونك خليني باهي. الان والان 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 قعدوا لنا ثلاثة اللي هما نورمالمون واخدينهم باهي. نورمالمون هذا نقول ماكس نورمالمون اخر ثلاثة نشوف الاماكن نتاعهم بركا. على متأكدين ان خديناهم خاطر عملنا 31 مخطوطة مخطوطات القديمة مخطوطة ولا خارطة قديمة ولا حاصل كيما هكا. كيف كيف كان جاء أما كنز راهو الديتكتور أنا سميه الرادار قريب نزلت على أنا نسميها الرادار راهو ضرب أوكي. ثم هذه باش نطلعو الفوق نجيو من الفوق خير. باش نكزو لذوكم الزوز عاش نجا الأخرى باش نكمروها هاهي نحيو هذي وي
مش كان جاي ثم راهو اديتك دو عمل نطلع فوق بكل ونمشي لي باتري قاعدين يفرغوا نلبسو نتاع السونيوم اللي باش تقلل في الانرجي نتاع السونيوم. اوكي هيا عندك اما نورمالمون نورمالمون جول ماك زاد عنده كنز لكن خذيناه. وهكا نكونوا عملنا 31 المخطوطات القديمة ولا الخريطة القديمة. اللي تعطيك الكنوز اللي موجودين الأماكن اللي موجودين في الأعماق. وكل الكنز في الأعماق يعطيك يا إما تنو والا راني اصلح كما نقولوا البوكلي اللي نتاع لي زاميبو نورمالمون نتاع لي زاميبو في 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 انفاس البريه. وتنجم في نفس الوقت تاخوهم ب تاخوهم بلي زاميبو دونك كما انا علاش ما فقتش بهم خاطر الاغلبيه خديتهم بلي زاميبو حتى كي عاودت خديتهم بعد في الكنوز في الاعماق مشيت بعتهم. والهذي حلوة الآلة هذي يعني تهزك فوق خير من كانت عفو ثم نقطة عالية بكل ثم أعلى نقطة على نقطة اللي هي هذه أعلى نقطة في الخريطة. أنت نمشيو لها نعملوا لها حلقة ونمشيو لها إن شاء الله أعلى نقطة في الخريطة. كيف كيف كان جيت حبيت هذيك الرحلة اللي شوفناها تو يا اخي ما جاتش احنا عندنا منها ديجا مش بالطريقه هذيك عندنا بالطريقه هذي بالطريقه هذيك طياره برشا باهي. دونك هذا ما عندوش كنز كان جاي عنده كنز راه يلمع. وهكا نكونوا كملنا الكنوز كملنا الكنوز الخريطه نقدم الكل كملناها. لا مازلنا هذي سامحوني مازلنا هذي نورمالمون ماخذينها زاد كانت هما 31 كارتة مش 32 كارتة
لحظة فقط. مش هنضيعش برشا وقت، ناخد نضيعين برشا وقت كل شيء نستعمله. يعني عالي بي. ما عندي حتى حل اخر الا اني نستعمل هيك. احسن حل يعني. ديجا نجمو نجيوها من غادي بكوما يحبنا. دونك احسن طريقة خلي يطلع برشا فوق ونورما ما واخديني هادي كانت هذيكا. تصور هكا المنطقة، تصور ثم أعلى نقطة في الخريطة كما قلت لكم حتى نشوفوها. في بالي لو كان ملعب نشوف هذيا فيها شكور وقوء. كما تعرفوا قاعدين نكور وقوء بركة، يعني عنا امل ان نعود نلقاه رغم اني متأكد انه خيط سمير كل كملناها. نورمالمون الكنز كان موجود هوني، كان جا موجود راهو الديتكتور صونا. دونك نرجع اللبسة نتاعنا. دونك كملنا الخرائط القديمة اللي هي 31 خريطة. ان شاء الله الحلقه الجايه باش نكملوا نورمالمون
البلان داسامبلاج يقار، وكان نجمنا نقدو نغرافير داسامبلاج هذا نكملوه ونشوف قداش النومبر وقداش عندي ونومو نكملوهم. ابار سا ثما في 100% ثما هذوما نتاع الحصونيه كيف كيف، ثما ذولي زوز ناقصين نعاودو ناخذوهم من الاستراحه كلمدو لي بوان فيديليتي هذوما. كما هذه مازال هي 4 بوانات باش ناخذ الجائزه التاليه كيف كيف نحاول نشوفها. نورمالمون هذوما برك اللي مازالوا هوني. ابار سا عندنا حسب ما قريت انه حتى لي روسيت كما تشوفوا 96 في اسفل الشاشه مغادي 96228 على 200 هما زين نكملهم 228 روسيت كيف كيف. عندي الكتاب نتاع زلدا نحاول نشوف انا هم ناقصين ديجا هما مرتبين من واحد الهري حتى ايش واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة كيما هوني، فما سبعة وثمانية والتسعة والعشرة ما تمناش، يعني سهلة الحكاية نجمو نكملوهم. ويقعدون الكروغور وحيد اللي ان شاء الله نكملوه. وثم زادة تحسين الملابس، ثم ملابس كتحصلها داخلة في 100% وثم ملابس اللي حسب ما سمعت فكرتوني تو خلينا نمشي للجنية نشوف اللباس نتاعي ونكملوا اللايف نتاعنا هوني. ان شاء الله تكون الحلقة عجبتكم وان شاء الله نكون عاونتكم برشا اللي يحبوا يكملوا اللعبة 100%. حلقات السابقة اهتمينا بالميداي، ميداي نتاع جول ماكس وميداي نتاع ليتوروك وميداي نتاع ليغريوك وكل شيء كملناهم هذوكم. تو درنا الخريطة الخرائط القديمة اللي موجودة الأماكن نتاعها في السماء باش تعطيك كنوز في الأعماق. نشوفو هذوما البابيون يحبوا عليهم هما ديجا. اوكي ناقصنا كان البابيون هذيا. اوكي نجمو ناخذهم ونكملهم تويكا. Armure de pierre. Ah. Ok. Ah. هذا اسمه أربعة بابيون كيف كيف. تناخذوها من عند تيري. هذا الفيسير معدن تاع سانتيريو حاجتنا بها حاجات أخرى أهم. كيف كيف هذا معدن بها أهم. كيف كيف حاجتنا بها أهم. تو كيما هذا هذا صفا النجم ميسيرش. اما اللي بعدها هذه اسمها كايزا. إذا ما قلت كورن البيوك الكتريك اللي حشتنا بيهم كي نكملوا الاخرين صنود وفنزل كورن غوليم وصنيوم سوبريور. اوكي اوكي كمان برسنتاج قاعد هو ماما طو نرجع لدارنا مش للحسن حتى ما عشان ما نقدو فيه الحسن زي. وكما قلت لكم الحلقة الجاية ان شاء الله نمشي بالمعاقل نتاع ليغا، معاقل الموجودين في الاعماق البروفوندور نتاع عشيرة ولا عصابة ليغا
ان شاء الله مش نكملوهم، نكون نشوف قداش قداش نكملوهم. نورمال هذوكم داخلين في 100% خاطر نورمال اماكن. على كل حال ان شاء الله تكون الحلقه عجبتكم كالعادة. ما تنساوش اللي مش مشترك يشترك في القناة، وإلا يدعو الأصدقاء نتاعو باش يشتركوا في القناة ويتابعوا لو ماكسيموم من القناة نتاعنا. حاولوا نغيروا اللبس، لبس النوم زي ما كان في النوم. أنا شفت الشورت نتاعو اهي، اوكي ماما موكا تو يمشي يعمل. نخليكم ونقول لكم الى اللقاء ان شاء الله. كما قلت لكم يعني قاعدين نبثوا يعني حلقه يوميا، حلقه مره ليتس بلاي ومره لايف. ما نعرفش غدوه اسكو مش نبثوا ليتس بلاي والا لايف، اسكو مش نبثوا زلده دموع المملكه والا نعملوا فيديو اخر، والا زلده زلده وراك اوف سيزون اللي عندنا بريسك اسبوع ما بثناهاش. ان شاء الله انا والبرنامج نتاعي، انا والوقت الفراغ اللي يبدا عندي. نخليكم ونقول لكم الى اللقاء. الشكر خاص لجميع المشتركين اللي اشتركوا. كما قلت لكم القناه دخلت في الربح على اليوتيوب، دونك ماذا بينا اكثر مشاهدات تتابعونا فيها. نخليكم ونقول لكم الى اللقاء في رعايه الله. اخوكم زياد من قناه ليتس بلاي زياد. الى اللقاء.